تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. اليوم سنتكلم عن نصين من الكتاب المقدس. النص الأول من إنجيل مرقس فصل 10 آية 11 وتابع اللي قرأناه في الإنجيل مبارح الأحد حسب الطقس اللاتيني، لأنه هاي الآية بتقول السيد المسيح بيقول عن إنه تساقط النجوم، تظلم الشمس، القمر لا يعطي ضوءه. إذا الواحد يتوهم إنه الحديث عن نهاية العالم، ولكن بعدين السيد له المجد يكمل ويقول لن يمضي هذا الجيل. تتذكروا آية آخر آية قرأوا لكم إياها، لن يمضي هذا الجيل حتى تتم هذه الأمور. طيب الجيل هو 30 سنة، معناه المسيح بيتكلم 30-40 سنة، المسيح بيتكلم عن إشي سيحدث بعد 30-40 سنة اللي هو دمار الهيكل، اللي هو احتلال الرومان للمدينة المقدسة. هذا الاحتلال، الحصار المدينة المقدسة، كان بدأه الجنرال فيسبازيانوس، ولكن وهو في طريقه إلى القدس، أعتقد عند قيصرية أو هذيك المنطقة، أجا خبر إنه مجلس الشيوخ الروماني انتخبوا إمبراطور، فوكل المهمة لابنه تيتوس اللي بعده. هو مش بس أتم احتلال المدينة المقدسة وتدميرها، لاحظوا إني ما قلتش لحد الآن الكلام اللي الكل بيقوله تقريبا، إنه الرومان هم اللي دمروا الهيكل، مع انه تستغربوا من كلامه، هم احتلوا المدينة المقدسة دمروها، بس لحد الآن ما سمعتوش مني انه الرومان هم اللي دمروا الهيكل، مع انه دائما بتسمعوا هاي العبارة ولا لا؟ تسمعوها ولا لا؟ وتبدو منطقية. حسب دراسات دقيقة، وعشان هيك هاي الندوات بوجودها الوجوه الطيبة كثير مفيدة، مش الرومان هم اللي دمروا الهيكل. مين اللي دمر الهيكل؟ اليهود. اليهود أنفسهم، حتى إنه الرومان ما ينجسوه. طيب إذا كلام المسيح واضح. على فكرة منهني أبو سائد بالسلامة كمان، يمكن كنت مريض أو نعم. كويس، كلام المسيح واضح، لن يمضي هذا الجيل. بتقولوا لي طيب يا أبونا انتهى الموضوع. لا، ما انتهاش، لأنه في بشر خصوصا في الويلات أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرات احنا بنسميها ولايات إسرائيل المتحدة، The United States of Israel، اللي ومع الأسف ابتلينا بهاي البدعة كمان في فلسطين، حتى في فلسطين وحتى بقرب مهد المسيح في بيت لحم، قل لك هذا الجيل اللي المسيح بيحكي عنه هو جيل سنة 1914. تتذكر أبو جورج؟ جيل 1914 لن يمضي قبل ما ينتهي العالم. حلو، كيف وصلوا ل 1914؟ حسابات وحسابات حسابات، طبعا الاسلوب اليهودي، الحسابات والحسابات، رجعنا برضه لليهود يعني. طيب خلينا نقول 1914 لاول وهله، زي ما بقولوا بالعربي الدارج، زبط الفيلم. لانه شو صار 1914؟ الحرب العالميه الاولى، معناها هي فانضم ناس اكثر لهم، شنو؟ لأنه هيو مش راح يخلص هذا الجيل، جيل 1914، معناه مع نهاية هذا الجيل
راح تخلص الدنيا، شو بدك أكثر من حرب عالمية؟ وعمره ما كان زيها. ولكن الحرب العالمية الأولى متى انتهت؟ 1918، وعادت المياه إلى مجاريها وتحسنت العلاقات بين الشعوب وما انتهتش الدنيا. هلا خلينا نحسبها، 1914 يعني قبل 98 سنة، احنا 2012 ولا لا؟ بقول لك جيل ال 1900 لسه مصرين، ها؟ جيل ال 1914 لن يمضي. يا سلام، اللي ولد سنة 1914 اليوم عمره 98 سنة. في كتاب راذرفورد اللي هو الرئيس الثاني لشهود يهوى بعد تشارلز راسل، شو بقول؟ شو عنوان الكتاب؟ هذا الكتاب اللي كان يحتفظ فيه ابو سابا صديق ابو جمال، ما كانش يعطيه لحدا مع انه هو ارثوذكسي، وهم لو تطلبوه هذا الكتاب اليوم ما بيعطوكمش اياه، حتى من رئاستهم العليا في بروكلين ما بيعطوكمش اياه، لانه ببين انه كل نبواته كذب. مش بس هيك، شو اسم الكتاب؟ هو هذا الكتاب كان حسب ما بعتقد سنة 1929 أو بهالمنطقة، يعني ملايين من الذين هم أحياء اليوم لن يموتوا أبدا، لن يموتوا أبدا. ليش؟ لأنه راح تخلص الدنيا، فمش راح يموتوا، راح يصير طوالي الدينونة. ملايين من الذين هم أحياء اليوم، اليوم إمتى؟ 1929 خلينا نقول. طيب 1929 اللي ولد سنة 1929 قديش اليوم بكون عمره؟ 93. بقول لك ملايين من اللي عمرهم من الذين هم أحياء اليوم، هذا اللي عمره سنة اللي ولد. طب واللي كان عمره 10 سنين قديش عمره اليوم؟ 93 سنة. هل ملايين من اللي عمرهم 93 سنة لن يموتوا أبدا؟ ما هي كل واحد منهم بقلب ورا الثاني، وعندنا شباب قاعدين بموتوا ولا لا؟ جيل 1914 اللي ولد عمره 98 سنة اليوم. طب اللي كان عمره 10 سنين قديش عمره اليوم؟ 108. طبعا ليش بيخفوا كتاب؟ وهيني بحكيه على أساس كمان الإخوة اللي نفسهم من شهود يهوى بدهم يسمعوا ويشاهدوا هذا الفيديو حتى يطلعوا من هالظلمات، وهم مفكرين حالهم إنهم في الحق. شوف قديش ناس انظلموا، قديش ناس باعوا أموالهم، باعوا أملاكهم، زي ما في ناس منكم بعرفوهم شخصيا باعوا أملاكهم مثلا سنة 1975، قالوا خلص رح تيجي نهاية العالم. صفحة 6 إيش موجود في هذا الكتاب؟ بحكي لك عن الصهيونية. إيه؟ بحكي لك عن تيودور هرتزل. بحكي لك عن ضرورة إيجاد دولة من اليهود ولليهود في فلسطين. تنسوش إنه كان اسمها كلها فلسطين. عشان هيك بيخفوا كتبهم القديمة، لأنها ملانة صهيونية، صهيونية واضحة مفضوحة حتى سنة 1932. طبعا صهيونية خفية بعدين، أما بوضوح بشكل مفضوح حتى سنة 1932 باعترافهم هم في مجلة برج المراقبة سنة 1984. وبعدين زي ما قلنا إيش؟ نبوات، تكهنات باسم الكتاب المقدس، وكلها إيش طلعت؟ غلط. عشان هيك إحنا في القداس برجع نفس الفكرة، هل يستطيع الكاهن وسط القداس انه يعطي كل هالتفسيرات؟ وطبعا حتى يعطي هاي التفسيرات
مطلوب وقت ومطلوب أساسا أنه يعرف هاي الأمور حتى يقدر يفسرها للناس. بس طبعا بما أنها أمور قديمة معناها حتى عدد من الكهنة ما بعرفها. بتذكر مجلة من برج المراقبة تورجينا صورة سيدات مسنات ورجال مسنين كلهم قال بتطلعوا هيك انه عبين ما تيجي نهاية العالم. نهاية العالم انه خلص راح تخلص الدنيا، راح تنتهي كل البشرية، كل هالدنيا راح تتدمر، مش راح يولد حدا، خلص نهاية البشرية. في هدف لتخويف الناس. هلا بعدين اكتشفوا، وهذا الاشي بيعترف فيه نيثن هومر نور اللي هو الرئيس الثالث، بقول لك انه هاي ازيناين ستيتمنتس، يعني بعيد منكم حمرانات. طيب اذا حمرانات ليش تعملوها؟ نرجع لسؤال الاخ ابو جمال، شو اللي اكتشفوه وشو اللي هلا انتم بكل سهوله بتدركوه؟ انه لما بتخوف الناس تقدر تسحب منهم مصرياتهم بكل سهولة. يقول للبشر بكرة يا جماعة راح تخلص الدنيا، يا جماعة تبرعوا، يا جماعة كفروا عن خطاياكم، يا زي ما قال يا جماعة في حروب، في مجاعة، في طوفان. فشو قال له هذاك البجالي؟ قال له بدل ما توزع كتب على الناس وتحكي فيها انه جاي طوفان، وزع على الناس فلين حتى ايش؟ حتى يطيشوا. هاي صارت في بيت جالة بالخمسينات، مش هيك؟ بالخمسينات بقول لك في طوفان نهاية العالم. هذا هو الموضوع الأول. من نقف دقيقة حتى عشان ما يطول على المشاهدين.